إذن في هذا اللقاء مولودية باتنا استقبلت وداد تلمسان، وكل شيء لعب في تفاصيل صغيرة جدا في هذا اللقاء، وسجل هدفا وحيدا بالنسبة لوداد تلمسان، كان بطريقة رائعة. دائما بالنائي هذا المتألق يمرر إلى طويل، وطويل يستغل الفرصة، لكن أمام تألق واضح وكبير لحارس مولودية باتنا، هذا الحارس الشاب بالنائي كما قلت، هذا اللاعب القادم من اتحاد الحراش، دائما في التنشيط الهجومي في كل المحاولات يمرر هذه الكرة التي فشل في إبعادها الحارس الباتني، طويل يحرر الجميع ويسجل الهدف الوحيد لوداد تلمسان.